برجع مرة تانية لحضرتك أستاذ عزت. الأخبار اللي قريناها في جولتنا حتى الآن كلها عن تحسن العلاقة والتطور الجديد اللي حصل في العلاقات المصرية عفوا الإيرانية الأمريكية الأخيرة. خلينا نروح لموضوع آخر شغل الصحافة العالمية أيضا، التطور في العلاقات المصرية التركية على إثر طرد السفير التركي. حريات تركيا حسب المانشيت اللي في صحيفة حريتنا حريات التركية، أردوغان يتحدى مصر ويشير بعلامة ربعة. أيضا رويترز، الموقف القطري مشابه للتركي وتصريحات وزير الداخلية ترسخ موقف الحكومة من الجماعة. كيف ترى الصحافة العالمية الإجراء اللي اتخذته مصر حيال تركيا؟ كيف تقيمه أو تقرأه؟ الموضوع لا ينفصل عن مجمل التطورات في المنطقة وانقلاب الأوضاع في العلاقات بين الدول في المنطقة والعلاقة مع الدول الكبرى. إيران والولايات المتحدة بيفتحوا باب جديد للعلاقات، مصر وتركيا بيغلقوا باب نتيجة تدخل استمرار التدخل التركي في الشؤون الداخلية المصرية. طيب خليني معلش أقف مع حضرتك ثواني لأن معنا مراسلنا في جامعة القاهرة، أعتذر عن المقاطعة. كريم يسري مراسلنا في جامعة القاهرة، مساء الخير كريم. مساء النور أستاذة منى، أنا الآن أمام جامعة القاهرة من الخارج حيث خرج الطلاب من حوالي نصف ساعة من داخل الجامعة في البداية يحتشدوا بميدان النهضة أمام قوات الجيش والداخلية والتي تغلق الميدان بالأسلاك الشائكة. توقف عندها الطلاب حوالي 10 دقائق، حدثت استفزازات بين الطلاب وضابط ملازم أول متواجد بين الصفوف الداخلية. على الفور تدخل حكم دار الجيزة وأبعد هذا الضابط عن القوات الموجودة لرفع الطلاب الأحذية واستخدامهم بعض الكلمات البذيئة أو النابية تجاه هذا الضابط. بعد ذلك انصرف الطلاب من أمام ميدان النهضة واتجهوا في شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة حيث كانت هناك قوة صغيرة. يعني نعم، يعني الجموع اللي حضرتك اللي انت ذكرتها يا كريم خرجت من داخل الجامعة إلى الخارج صحيح؟ بالضبط، خرجت من داخل الجامعة. طيب هل كانت طلبة فقط ولا كان في معهم أساتذة أيضا؟ لم يكن هناك من أساتذة، كلهم طلاب ولفتات المصنوعهم طلاب ضد الانقلاب. طيب وقفة الأساتذة داخل الجامعة ولم يخرجوا خارج الحرم الجامعي؟ لم يخرجوا خارج. طيب وصلت الجموع لفين تحديدا يا كريم بعد ما خرجت من الجامعة؟ هي متمركزة حاليا فين؟ للتوضيح فقط، لم ألاحظ عدد من الأساتذة داخل الجامعة في المسيرة، كلهم كانوا من الطلاب. نعم. الطلاب هم من خرجوا من الجامعة إلى الخارج حيث ميدان النهضة أمام الضباط الداخلية. عقب تدخل حكم دار الجيزة للفصل بين هذا الضابط والطلبة، اتجه الطلبة إلى شارع الجامعة في اتجاه ميدان الجيزة حيث كانت تتواجد قوة صغيرة من قوات الأمن المركزي. لم يكن أمامها سلك شائك وهو ما توقعه البعض بحدوث بعض الاشتباكات، لكن كان هناك ضابط برتبة مقدم هو الذي تدخل وتفاهم مع الطلبة باستخدام مكبرات الصوت حيث أبلغهم بأنهم إذا كانوا يرغبون في التوجه إلى ميدان الجيزة فليتوجهوا لكن من الحارة الأخرى التي لا يتواجد فيها قوات الأمن، لكن الطلبة قابلوا ذلك بالإساءة إلى الداخلية والإساءة إلى الضباط المتواجدين. بعض الطلبة كانوا يندفعون بأجسادهم باتجاه ضباط الشرطة وقد رغبة منهم في العراق معهم، ولكن هذا الضابط حاول على قدر الإمكان أن يتماسك أعصابه وأن يتماسك أعصاب القوة التي معه حتى انتهى الطلاب من هذه الاحتياجات أمام القوة التأمينية أمام كلية الهندسة في شارع الجامعة ورجعوا مرة أخرى إلى محيط الجامعة، وحاليا هم الآن دخلوا إلى الجامعة مرة أخرى لاستكمال ده وصف دقيق كريم يسري مراسلنا بجامعة القاهرة لما حدث من دقائق للطلبة أثناء مسيرتهم بعد ما خرجوا من جامعة القاهرة إلى الشارع، ثم الآن على حد ذكر كريم يسري أن هم توجهوا للجامعة مرة أخرى ودخلوا إلى أسوار الجامعة مرة أخرى.
بنوه مرة أخرى إلى أنه ميداني ربع العدوية وميدان النهضة مغلقين من قبل قوات الأمن بالكامل منعا لأي اشتباكات أو احتكاكات أو أعمال عنف أو محاولة للاعتصام فيهما من جديد، بالتالي في تأثير على حركة المرور في الشوارع الجانبية وفي تحويلات مرورية عديدة. يمكن القاهرة النهاردة مرتبكة كتير بسبب هذه التحويلات وبسبب إغلاق هذين الميدانين. المشاهد دي زي ما حضراتكم بتتابعوها من أمام جامعة القاهرة في الوقت الحالي. برجع لحضرتك تاني أستاذ عزت، وكنا بنتكلم على التطور الجديد في العلاقات المصرية التركية، يعني هو كان تطور تدريجي الحقيقة، تحديدا بعد 30 يونيو وصل إلى ذروته مع طرد السفير. كيف نظرت الصحافة الأجنبية لهذا التطور؟ هل تراه منطقيا أم شايفاه من زاوية أخرى؟ يعني هو من الواضح انه الصحافه التركيه منقسمه بشان هذا الامر، ان هناك الصحف التركيه الصحافه التركيه نفسها في انقسام حول تداعيات ما حدث من ابلاغ السفير التركي في القاهره بانه شخص غير مرغوب فيه وعليه المغادره. في نفس الوقت هناك يعني اراء متعارضه بهذا الشان، يعني هتلاقي مثلا انه فاروق اوغلو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو سفير سابق لتركيا، شخصيه مرموقه، كان سفير سابق في واشنطن، بيقول ان تركيا اليوم هو البلد الذي يسبح وحده في الفراغ. بيتكلم على انه بدايه انه الاتراك فقدوا كثير من قوتهم في المنطقه، فقدوا كثير من نفوذهم، رغم ان محاولات اردوغان لمحاوله اعاده رسم الدور التركي من جديد باستغلال شارة رابعة العدوية، وأنه هذه الإشارة يريد أن يصل بها رسالة أنه هذه نحن نقف مع ما سماهم أهل الحق في كل مكان. تكرار مثل هذه الادعاءات ومثل هذه المواقف، أعتقد أنه الرجل في مأزق كبير، هو يريد أن يؤكد على هذا الدور، لكنه في نفس الوقت بيرى أنه نهاية تلك هي محللين الأتراك وفي العالم كله بيروا أنه نهاية استغلال تركيا لموجة الربيع العربي لزيادة نفوذها في المنطقة. المقابل لده أنه أردوغان والطبقة الحاكمة في تركيا تسعى لتقارب من نوع آخر، وهو تقارب مع إيران والعراق، أكبر كتلتين شيعيتين في المنطقة. هذا التقارب من أجل الخروج من العزلة نتيجة أنه توتر العلاقات مع مصر ودول الخليج، بيفقد تركيا نفوذ كبير في المنطقة، وبالتالي لابد من تعويض هذه الخسارة بمحاولة التقارب مع أطراف أخرى في المنطقة. ما تنسيش أنه هتلاقي أنه إيران والعراق كل منهما لهما موقف النقيض من مثلا الوضع في سوريا. إيران توالي النظام، العراق من جانب آخر له موقف مخالف، بالتالي تحاول تركيا أن تبحث عن دور جديد، تبحث عن منفذ جديد أنها تستمر الحكومة العدالة والتنمية في لعب دور في المنطقة. لكن يبدو أنه هي تراهن رهانات يعني خطيرة جدا، لأنه المشروع التركي كان محقق جوانب إيجابية كثيرة بمد جسور تواصل مع مصر ومع دول كتير في المنطقة العربية. يمكن كان في دايما توجس من ناحية دول أخرى، لكن في النهاية كانت تركيا وجدت ضالتها في المنطقة العربية بعدما عجزت عن أن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي. أكيد. هذه الأيام هناك رهان قوي جدا على أنه تركيا تريد أن تغامر بما حققته من إنجازات، وخلينا نقول أيضا أنه رأس المال في تركيا قد يكون ضاغط أحيانا على القرار السياسي وما سيتعرض له التجارة التركية ورأس المال التركي من خسارة كبير جراء هذه الخطوات السياسية. مؤكد أنه الخسارة السياسية تؤدي إلى خسارة اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال هتلاقي أنه ميزان التبادل التجاري بين مصر وتركيا 4 مليار دولار، من بينهم صادرات تركيا لمصر بأكثر من 3 مليار و 900 مليون. ده معناه أنه إجمالي صادرات مصر لتركيا 100 مليون فقط. ده معناه أنه خسارة كبيرة جدا لرجال الأعمال الأتراك. رجال الأعمال الأتراك أعتقد أنهم لوبي ضخم لن يصمد طويلا على خسارة كثير من المواقف وكثير من البزنس في دول الخليج على سبيل المثال، وفي مصر وفي ليبيا وفي أكثر من بلد. بالتالي هذا عامل لم يكن يقدر له أردوغان
حق تقدير، يعني بمعنى أنه لم يكن ينظر إليه باهتمام شديد. اليوم بعد تغير الخريطة السياسية أصبح اليوم أمام احتمالات كبيرة أن يفقد الكثير في الانتخابات العامة التركية في 2014. صحيح.